بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم مستمعي الكرام، إنما حللتم وحيثما ارتحلتم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك، وسعيدة لنتعرف جميعا على باقي أجمل وصفات استقبال شهر رمضان. فالوصفة الخامسة، التزود بالعلم ليقف المسلم على أحكام الصيام ومعرفة فضل الصيام. سادسا، المصارعة في إنهاء الأعمال التي قد تشغل المسلم في رمضان عن العبادات. سابعا، الجلوس مع أهل البيت من زوجة وأولاد لإخبارهم بأحكام الصيام وتشجيع الصغار على الصيام. ثامنا، إعداد بعض الكتب التي يمكن قراءتها في البيت. تاسعا، الصيام في شهر شعبان استعدادا لشهر رمضان. فعن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الأشهر ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. عاشرا، قراءة القرآن. قال سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى اللقاء في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.